استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه قائد قوه الحرس الملكيه الخاصه عددا من ممثلي ومندوبي الشركات العالميه الكبرى المتخصصه بصناعه الوسائل الدفاعيه والعسكريه وذلك خلال زياره سموه لفعاليات اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وقد بحث سموه معهم سبل التنسيق والتعاون الراميه لرفع وتطوير قدرات وكفاءه قوه الحرس الملكيه الخاصه هذا وقد التقى الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة السيد دوغلاس وولف مدير تطوير العمليات العسكرية بشركة بيل لوسائل الدفاع الجوية حيث ثمن سموه الجهود التي تبذلها الشركة في مجال تزويد المنظومات العسكرية بالتجهيزات والتقنيات الحديثة والمتطورة كما استقبل الرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة العقيدة المتقاعد كيث تراستر مدير العمليات للشؤون العسكرية بشركة فرايت سيفتي الأمريكية وتحدث سموه معه حول المواضيع المتعلقة بأنشطة الشركة في صناعة الوسائل الدفاعية الجوية مشيدا سموه بما تمتلكه الشركة من خبرة طويلة في مجال الدفاع الجوي يمتد لنحو 65 عاما والتقى اسمه السيد تيم يونغ نائب رئيس شركة دي تي سي لوسائل الحماية والمراقبة العسكرية الحديثة، حيث ناقش اسمه مع السيد يونغ الأحاديث حول المعرض وما يمثله من فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التي ترفع من القدرات القتالية. وبحث سموه مع السيد روب روبنسون مدير التسويق والمبيعات بشركة كيوبتك للتجهيزات العسكرية ومع السيد جون بريدسل مدير العمليات لشؤون الشرق الأوسط بشركة تريجيكون لوسائل الدفاع سبل تعزيز التعاون بين قوة الحرس الملكية الخاصة والشركتين مشيدا سموه بجهودهما في مجال دعم الوسائل الدفاعية والعسكرية التي تساهم في تنفيذ البرامج والعمليات العسكرية وفق أحدث الأمر الأنظمة والأجهزة والوسائل التي تحقق أعلى معدلات النجاح في الأداء العسكري وقد أشاد من دبو الشركات العالمية الكبرى المتخصصة بصناعة الوسائل الدفاعية والعسكرية بمستوى التنظيم والمشاركة الكبيرة في المعرض متمنين في الوقت ذاته كل توفيق والنجاح للرائد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في الجهود التي يقوم بها سموه لتعزيز قدرات قوه الحرس الملكي الخاصه